أكد مجلس النواب الوقوف مع أي جهود تبذل لحل المشكلة اليمنية على أساس سلام المشرف وليس الاستسلام وعدم المساس بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وجزره ومياهه الإقليمية. ولفت نواب الشعب في جلسة للمجلس برئاسة يحيى علي الراعي إلى أنه مهما بلغ اختلاف وجهات النظر بين أبناء اليمن يجب ألا يصل الأمر حد التفريط في أي ذرة أو شبر من التراب اليمني وجزره ومياهه الإقليمية، وأن من يحاول التفكير بذلك أو يوقع على أي اتفاقيات أو معاهدات بهذا الصدد فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدين أن الشعب اليمني سيحاكم كل من يتصرف خارج إطار الدستور والقانون اليمني. وأشار أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم إلى ضرورة أن تفي الحكومة بالتزاماتها فيما يتعلق بصرف رواتب موظفي الدولة ومنهم المعلمين على أن يتم الصرف حسب الآلية المتفق عليها بين الجانبين البرلماني والحكومي. ودعا نواب الشعب كافة الطلاب والطالبات إلى الالتحاق بالمدارس، كما حث نواب الشعب المعلمين والإدارات المدرسية على الالتزام بمواعيد وأماكن الدراسة وعدم ترك أي ثغرة أو قصور في هذا المجال التربوي والتعليمي، مشددين في الوقت ذاته على أن الجبهة التعليمية لا تقل أهمية عن جبهة المواجهة في الميدان. وأكد نواب الشعب ضرورة أن تتوخى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي الموضوعية والمصداقية والمسؤولية الوطنية فيما يقال فيها ويتداول من معلومات وتوظيفها لخدمة الوطن ومصالح الشعب اليمني، عدم توظيفها للمهاترات أو الأكاذيب أو زرع الفتن أو نشر الأخبار والمعلومات الخاطئة. وأكدوا ضرورة متابعة قضية المتسببين في وفاة المريض اليمني مؤيد علي عثمان في مطار الأردن والتحقيق معهم عبر الأطر القانونية حتى ينالوا جزاءهم الرادع وفقا للبروتوكولات والعلاقات الثنائية ووفقا للجوانب الحقوقية والإنسانية. هذا وقد أدان مجلس النواب الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، واستنكر الأحداث الإرهابية في جمهورية الصومال والتي كان آخرها الهجوم الإرهابي بالشاحنة المحملة بالمتفجرات والتي استهدفت العاصمة الصومالية مقديشو. إلى ذلك ناقشت اللجنة المالية بمجلس الشورى في اجتماعها برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس مقترحات وتوصيات التقرير المالي لمجلس الشورى والمتعلق بالإجراءات والمعالجات الممكنة والعاجلة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار. واستعرض الاجتماع جهود المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطني والجهات المالية ذات العلاقة وصمودهم في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية ومناقشة السبل المتاحة لمعالجة بعض القضايا المالية والاقتصادية التي ستسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي، وذلك من خلال اقتراح عدد من التوصيات المتعلقة باتخاذ كافة السياسات والإجراءات وبذل المزيد من الجهود لتنمية الإيرادات الذاتية من المصادر المستدامة. كما استعرض الجهود المبذولة للحد من الفاقد سواء من خلال التهريب أو التهرب الضريبي والجمركي والبحث عن إيرادات جديدة وتحسين قيم الأوعية المالية، وكذا رفع مستوى التنسيق من جميع الجهات ذات العلاقة لمعالجة الاختلالات في جانب النفقات والقضاء على الفساد والهدر للمال العام وتحريك القضايا المتعلقة بالفساد والموجودة في المحاكم وتفعيل الأجهزة الرقابية وبصورة استثنائية في هذه المرحلة. وأكد الاجتماع أهمية زيادة ورفع نسبة الموارد غير النفطية وتنميتها وكذا تنمية الموارد الذاتية وتفعيل أداء شركة النفط للقيام بمهامها وفقا للقوانين واللوائح. كما أوصى الاجتماع بترشيد الإنفاق من النفقات غير الضرورية، ولفت المجتمعون إلى أهمية إيجاد حالة من الانسجام والتكامل المالي بين الجهات الحكومية وتفعيل التخطيط الاقتصادي في إدارة الأزمة. وقد تمت إحالة مقترحات وتصورات الجانب الحكومي إلى اللجنة المالية بمجلس الشورى لاستكمال صياغة المعالجات والمقترحات التي سيتم تضمينها التقرير المالي الذي سيتم رفعه للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ.